الطريق، واحنا كمان قدامكم بنعرض لكم اللعيبه وهي طالعه. التركيز في وش حسام عاشور، والتركيز موجود على وجه ميدو جابر ومروان وصلاح محسن، وادي سمير عدلي، وادي كل الناس اللي موجوده بتساند وتآزر الاهلي، وادي الاستاذ العمري فاروق وكل المجموعه وكل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي. حتى لو ما كانتش موجوده في تونس هي موجوده في مصر هنا. لو ما كنتش موجود بجسمك انت موجود بروحك هنا، موجود قدام الشاشه هنا بتشجع الاهلي وبتحب الاهلي وبتساند الاهلي. فان شاء الرحمن ده وجودك او احساسك يوصل هناك. دي بعثه الاهلي، احمد حمدي موجود، علي لطفي موجود، كل ده طالع من الاوتيل ورايح للملعب، رايح لملعب رادس وتامين امني غير مسبوق حوالين الاوتيل وفي الطريق ان شاء الرحمن. زي ما قلت لكم اثق ان شاء الرحمن باذن الله باذن الله باذن الله في الامن التونسي، واثق كمان في الشعب التونسي، واثق في الجماهير الترجويه اللي موجوده في الاستاد رادس. وكمان في امن من النادي الاهلي على فكره موجود على لعيب مع لعيبه النادي الاهلي، وده وضع طبيعي جدا في الاجواء اللي احنا بنتكلم فيها وفي الاحداث اللي احنا بداناها هنا بعد مباراه 2 نوفمبر. لازم ده يكون موجود ان شاء الرحمن، لكن على خير ان شاء الرحمن باذن الله، على خير نحضر المباراه ونلعب المباراه ونيجي بالكاس ان شاء الرحمن. وهي 90 دقيقه، 90 دقيقه من نار داخل الملعب، داخل الملعب، لكن بره الملعب باذن الله تعالى الاجواء هتبقى محيطه بمباراه كره قدم ليس اكثر ولا اقل. طيب كابتن عوده، عندي سؤال في ده. لما اجي اقول المباراه بحجم نهائي افريقيا وبحجم اقوى بطوله في افريقيا وبحجم الاهلي والترجي، وفي بص الامن ده، كل ده امن، كل ده امن موجود طبعا يعني، فانت عندك امن غير مسبوق. السفاره المصريه هناك كمان، يعني سياده السفير نبيل حبشي موجود هناك ومساند الفرقه ومآزر الفرقه وموجود مع كابتن محمود الخطيب على طول، وله دور كبير جدا 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 في تامين بعثه النادي الاهلي من اتصالاته مع القيادات الامنيه اللي موجوده في تونس. فدور السفاره المصريه اللي موجوده في تونس هناك دور على اعلى 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 مستوى. ان شاء الرحمن يخلص المباراه على خير وتخلص النتيجه على خير ان شاء الرحمن، وبعد كده نتكلم في كل شيء. كابتن عوده، كنا بنتكلم على الاختيارات، يعني مباراه بكل الاحداث اللي بقولها والظروف اللي انا بقولها والنتيجه المباراه الاولى والاحداث اللي يعني بعد المباراه، ما تخلينيش اخد مثلا الصفوه بتاعت هو من الصفوه بملاك من الصفوه او ديسمبا من الصفوه، لكن هو مش رقم واحد. يعني رقم واحد مثلا في تقدير كل الناس جوميز رقم واحد، ليه ما يكونش جوميز هو اللي حكم اللقاء؟ هتقول لي اصل هو حكم مباراه الاهلي وفاق الصيف، ما هو ده حكم الاهلي وفاق الصيف او وفاق الصيف اسمه كده، هو حكم المباراه الاخيره كابتن سيد جوميز اللي هي المباراه العوده الاياب. نعم، حكم مباراه الاياب وفاق الصيف والاهلي. ما هو بقول لك ما هو ده حكم الذهاب، الثاني حكم الاياب، ده محمد اسامه اداري الفريق، وده ايمن اشرف، وروح احمد فتحي اللي كانت موجوده من شويه، وده احمد الشيخ، وادي مؤمن زكريا. الروح دي ان شاء الرحمن ترجع ببطوله، الروح دي باذن الله ترجع ببطوله. اسلام محارب باذن الله باذن الله مفتاح النهارده كبير، كريم ندفد وهشام محمد، احمد حمودي، احمد فتحي، احمد فتحي مش موجود بجسمه لكن موجود بقلبه، ومش موجود بجسمه داخل الملعب لكن موجود بجسمه مع بعثة الفرق. اتفضل يا كابتن. الاختيار يعني؟ اه، ليه ما اختارش رقم واحد او اثنين او ثلاثة؟ ليه اجيب رقم خمسة او ستة في مباراة زي ديت بالاجواء اللي انا فيها باهميتها؟ مش من ضمن الخمسة، مش من ضمن الستة الاوائل. يا شوف ما بقول لحضرتك الستة دول اللي راحوا كأس العالم. هو ما راحش كأس العالم جوميز. بس جوميز خلي بالك عشان السنة دي بس، عشان يمكن السنة دي أول مرة ياخده أو السنة اللي فاتت. تمام تمام، ما أنا بقول لحضرتك هم حاطوهم طبقا للريكورد. أنتوا شايفين الأمن ورا الأتوبيس وكل حاجة، اتفضل يا كابتن. ما أنا بتكلم لحضرتك إن دول الستة دول اللي هم دول اللي حكموا كأس العالم، فهم دول المفروض دول الصفوة. فخد منهم، واخد بال حضرتك؟ انا صدق بالله انا اسف ان هقطعك، يعني باحترامي الكامل للست اشوف ان جوميز ده، انا شايف المحكم كويس جدا يسبقهم بمراحل. ده اتوبيس النادي الاهلي، على يمينه امن وعلى شماله امن وقدامه امن ووراه امن، ده عهدنا بالشعب التونسي او عهدنا بالامن التونسي. اتفضل يا كابتن. لا دي حقيقه انا بتفق معاك في كده، ولكن اكيد في اكيد انا عايز اقول لحضرتك الاختيار بيتم ازاي. اللي بيحط التصور ايدي ماي، ايدي ماي بتاع جنوب افريقيا، لا بتاع شيشل ايدي ماي من جنوب افريقيا، لا ايدي ماي من شيشل. والله طبعا شيشل ده هو صديقي. ليه؟ لان انا اول كل ده انا فاكر ان هو اول بطوله ليه كانت معايا في شيشل سنه، هو كان معايا في سنه 2001. اوكي. ايدي ماي بيحط التصور وبعدين بتعرض على لجنه الحكام بالكامل، واخد بال حضرتك؟ ومن ضمنهم كابتن عصام عبد الفتاح عضو لجنه الحكام، فبيعرض عليه التصور دوت وبيقول اه او لا، او لو ليه اعتراض بيتكلم، واخد بال حضرتك؟ فانا بتكلم حضرتك اللي بيحصل اختيار يعني. بس هو ده اللي بيحصل، فاكيد
ان ده مثلا حاطينه مثلا في الكونفدراليه في النهائي ودي كانت محطوطه من قبل كده وده ممكن يكون اتغير في اخر يعني ما اعرفش انا ما اعرفش الكواليس ايه ولكن هو ده انا وجهه نظري. اما بقى بالنسبه للامن عايز اقول لحضرتك حاجه امن توس مشهور ليه بانه بيسيطر على المباراه طبعا انا يمكن نفس الموضوع دوت انا كنت راقبت اخر ماتش تونس وليبيا كان في نفس الاحداث نفس كده كان الاستاد مليان على الاخر 0-0 الماتش ده صعد تونس كاس عالم تونس دخلت فيه كاس العالم ده كان في شهر 11 السنه اللي فاتت زي ده زي نفس التوقيت ده الحقيقه كان الامن كان مسيطر تماما بالرغم ان احنا برده كنا بعيد في حته اسمها الحمامات تبعد عن تونس 45 كيلو 45 قصدي دقيقه علشان نوصل هناك الا ان احنا كان مسيطر تماما قلت لك هناك يا اما في الحمامات يا اما في جمار بالظبط كده طيب عايز اقول حاجه هنا هو بسالك على حاجه كمان على المساعدين لان مباراهم بيبقى الجماهير بالنسبه لموضوع التعيينات دي برضه يا كابتن سيد انا انت حضرتك قلت حاجه جميله جدا هو طبعا عندي السته وبتاع انا المفروض انا يعني طبعا مش عدي طبعا اتحاد افريقيا قايم بدوره ولجنه موجوده انا النهارده عندي زي ما انت بتقول في الوقت الحالي عندي حكم كويس قوي وكله بقى ظاهر معروف طبعا باستثناء طبعا جهاد جريشه مش هيحكم يعتبر من افضل الحكام اللي موجودين دلوقتي جهاد جريشه يعني حتى مباراته بره حتى جسامة في كاس العالم كان قرار فار رجعه وبيلين ورجع في الفتره الاخيره انا اعتقد انا بتكلم الاثنين انا اعتقد جهاد جريشه بس يعني جهاد جريشه افضلهم حاليا انا عندي النهارده جوميز عالي كان المفروض ان انا كابتن سيد ابعده واخليه الماتش ده صحيح يعني في اعتقادي يعني في اعتقاد من البدايه اشيله من البدايات لان انت النهارده ما بتحطش ماتش بماتش انا المفروض انا اتبنى النهائي اخطط له النهائي ده العبه لمين زي الدوري المصري انا النهارده بيحصل في الدوري المصري لما باجي العب واحد في الاول انا مباراه بعد اسبوعين ثلاثه فبتخليه العبه المفروض ان انا ببص لقدام المباريات القويه فده بس اللي كنت عايز اوصله طيب هقول لك برده مع الاختيار ده يعني كابتن